السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزات. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدوا نتكلموا على لعاب، يعني لعاب عربي، وهو حكيم الزياش، وين برشلونة يتصدر السباق التعاقد مع أسد الأطلس حكيم زياش، رغم أن روما كذلك وين ينافس على التعاقد مع حكيم زياش، لكن لمن سوف تكون الغلبة في الأخير؟ غلطة سراي كذلك وين يتابع غلطة الإدارة تاع غلطة سراي، وراي تتابع من بعيد السباق، يعني تشوف من تشوف من وبعد تدخل، يعني تشوف السوق وين راه واصل. وين أكدت صحيفة سبورت الكتالونية اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المغربي حكيم زياش مهاجم يعني تشيلسي، وذلك خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقدم زياش أداء رائع رفقة المنتخب بلاده المغرب كما شاهدتم يعني في كأس العالم، لكنه لا يشعر بالسعادة في تشيلسي لعدم مشاركته يعني بشكل منتظم، ولذلك يرحب بفكرة الرحيل عن النادي قبل إغلاق الانتقالات الشتوية الحالية. ويتصدر حكيم زياش قائمة اهتمامات برشلونة للتعويض المهاجم الهولندي مافيش، يعني الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد قبل 3 أيام، حيث يعتقد يعني المدرب تشافي أن جناح المغربي خيار مناسب لتدعيم خط الهجوم. شاهدنا يعني شاهدنا أمس كيفاش كانت المباراة أمام خيطافي، وين منع من خطة يعني منع من مسيادة التعادل، يعني منع أمام خيطافي، ربحوا 1-0، ملكاو في 35 دقيقة في الشوط الأول. شفت البارتية ما منعوا، والله ما لي كان شوية استعواذ وكاملنا، بصح منعوا ما خيطافي اللي لعبت على بالك كان عندها دارت الدونجي، ما كاش عندهم لا فينيسيون برك، هذا كان هذه هي. وين كذلك وين روما ينافس برشلونة على التعاقد مع حكيم زياش، وأوضحت صحيفة في تقريرها أن هناك منافس شرس لبرشلونة في صفقة حكيم زياش، وهو نادي روما الذي فاز بهدفين لصفر البارحة، وقيل ربحوا 2-0، يعني لبرشلونة في صفقة حكيم زياش، وهو نادي روما الذي يبحث عن بديل يعني لناكو المنتظر رحيله عن النادي. وين أضاف التقرير أن مفاوضات بين روما وتشيلسي ما زالت في البداية، ومن المتوقع أن يطلب نادي لندني 20 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات حكيم زياش لتعويض يعني جزء من المبلغ الكبير الذي دفعه النادي لتوقيع مع مودريك وجو، يعني جابوا جوارة هما جابوا جوارة. وين روما وين يرغب نادي روما الإيطالي بقيادة المدرب البرتغالي مورينيو في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي عاد بقوة، يعني وين نقولوا بلي عاد بقوة في المباريات الأخيرة، وبات لاعب أساسي في صفوف البلوز. شو نقول لكم كلمة، هذه تشيلسي على حسب ما نشوفها العرب ما ينجحوش فيها، الثانية صلاح مي كان في بازل وراح لتشيلسي فيك ما لعبش بزاف، لعب قيل 4 ساعة ولا وهرب راح، وجا زياش فينك ما نعرف الله ما فهمناش كيفاش. وأكدت صحيفة ديال سبور الإيطالية يوم أمس، وكذلك قناة سكاي سبورت الإيطالية، أن روما تواصل مع النادي اللندني من أجل معارفة موقف النادي من بيع عقد اللاعب المغربي في الانتقالات الشتوية، ويواجه فريق الذئاب أزمة بعد خلاف مع النجم الهجوم يعني نيكولا الذي يرفض إلى حد الآن تمديد عقده مع النادي، وبات مرشح للرحيل عن الفريق بعد انتقادات كبيرة من الجماهير التي تعتبر
أن تصرفاته الأخيرة تؤكد أنه لا يريد البقاء في العاصمة. وسبق لمورينيو التعاقد مع اللاعبين من تشيلسي، حيث لعب دور كبير في استخدام المهاجم تيمي إبراهيم، وهو بحاجة إلى جناح إضافي يساعد الأرجنتيني باولو نجم الهجوم الأول. كما أشارت الصحيفة الإيطالية أن نادي ميلون لم يفقد الآمال في التعاقد مع زياش، حيث قد تدفع نتائج سلبية التي انتقاد لها الفريق في المباريات الماضية إلى البحث عن حل مع تشيلسي لدعم صفوفه. ويبدو من الصعب توقع أن يقبل تشيلسي التخلي عن زياش، باعتبار أنه لاعب مهم وبات أساسي وصنع آخر انتصار للفريق، رغم الصفقات التي قام بها الفريق في الانتقالات، إلا أن المدرب تشيلسي قد يرفض رحيله. أنا عرفت حنا دروك نشوف دروك البارسا دروك عنده لي شوا، على بالك عنده خيارات. هو شوف هو على بالك من عنده تال 2025 شويه ماشي سهله باش يطق. هما يتحكموا في العقد تاعه، ونشوفوهم بلي هما اللي غادي يتحكموا في العقد تاعه. هذه هي الله شوف حنا الله ينجحه. لعب كيما هذا، انا لعب هذا غير ولا كيما محرز وكيما بن ناصر وكيما رشيد غزال، هادو اللعابة نبغيهم انا، الفنانين هادو ماشي زعقة. ما نعرف يا وين يقولك بلي وين يقولك مفاوضات، يعني وين دخول منافسة للفوز بخدمات اللعاب روما. هذا شو هذا الصحفي ماوريزيو هذا تاع طليان، هذا المختص في اخبار، قال لك روما على اتصال مع محيط النجم المغربي زياش، الذي يحظى ايضا باهتمام انديه اخرى ابرزها نيوكاسل يونايتد هذه في انجليز وبرشلون. كيفاش أنا دي لا ترانزيكسيون شوية ما تعطيش لبك، ترانزيكسيون شوية صعيبة تغلط في الحروف. وأضاف الصحفي أن اهتمام روما بزياد جاء بعد أن بات نيكولا في طريق للرحيل عن الذئاب، ويرى مورينيو أن النجم المغربي هو اللاعب المناسب لتعويضه، إلا أن راتبه المرتفع قد يجعل قدومه أمر صعب، حيث يتقاضى 6 ملايين و500 ألف يورو يعني في الموسم رفقة البلوز. ويشير إلى أن حكيم زياش شارك أساسي، شوية صعيبة ماشي سهلة باش يطلقوا. شوف لونترينرز هما جابوا لعابة على بالك، راهم في 6 لعابة وين تشيلسي، وين جابوا 6 لعابة على بالك. شوف بير ما تهدرش على عمورة يا ولدي، عمورة ما هدرناش عليها عمورة حنايا، مورا رانا درنا عليه سوق ماركا البارع على بالي بلي ماركا. انا نهضرو على زياش، راني تقول لي عمورا، انا عمورا بالك، انا عمورا نبغوه، انا عمورا هنا حنا هدرت عليه قليل، اللي قال لكم المشرف تاعكم قال لكم الصغير عمورا. عمورا البارح 3 دقائق الاولى ماركا، 3 دقائق الاولى ماركا عمورا. شوفوا مع المشرف تاعكم لا يلعبه، هاو شوفوا مع المشرف اللي يشوفوا في بلاصه بنزيما، خاطش عليها هو بشي واد وبشي واد جابهم هذو اللعابه، جابوا هذو اللعابه تما جابهم وماركا وحصل فيهم، كيما هو كيما عموره كيما طوبه وكلش، هذو حصل فيهم امام الشعب، لازم يعيط لهم هذو اللي بدا يعيط لهم يخليهم. نقول لكم وماذا بي كيما قال اخر ديلور ما كاش، كاين مشاكل رتو لا ديلور عاود ولا يبركي، وراه جاب لك سليماني وجاب لك بونتيا وجاب لك وحط عمورا هكا في وسطهم، ولا بدا يديرها هادي حط عمورا هكا. انا قارع غير بنزيما نهار اللي قالنا بنزيما باش نشوف لا داروا باش يديروا له ستاتي ولا، يعني قارع غير بنزيما هادي هي. انا قارع بنزيما اللي عاود يعيط له ولا ما يعاودش يعيط له، نشوفوا قال لك غادر بنزيما ما كان والو، قالوا شوفوا صاحبي
هذه هي انا عرفت. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله معكم ديما بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.